يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بجمهور النادي الاهلي. نبدا مع حضراتكم حلقه جديده والسادسه، السادسه اللي وعدناكم من اليوم الاول ان هو يكون مساحه لصوت جماهير النادي الاهلي. خليني اقول لحضراتكم انه قبل ما بطلع في حلقه النهارده انا وزمايلي كلهم الحقيقه بتبقى حلقه دايما من الحلقات الصعبه، بتبقى حلقه من الحلقات والحمد لله انها قليله، الحمد لله انها قليله، اللي بنبقى عايزين نتكلم فيها ونعبر عن صوت الجماهير وعايزين نشوف مشكلاتنا ونشوف اخطائنا عشان نبص اكتر على اللي جاي، وهو ده منهج النادي الاهلي. الرياضه مكسب وخساره، ده بالتاكيد شعار مفيش حد ممكن يتناقش فيه، مش بس في مصر ومش بس جمهور النادي الاهلي، لا على مستوى العالم مفيش فريق في الدنيا، مفيش فريق في الدنيا عنده سلسله انتصارات لا تنتهي، حتى وان كان اكبر فريق وحتى ولو كان بيضم اعظم نجوم العالم. ده شيء احنا متفاهمينه ومقتنعين بيه ومبدا ثابت عند كل الاهلاويه، اذا كان ليا ان انا اتكلم بلسان جمهور النادي الاهلي. لكن في الحقيقه احنا خسرنا بطوله، وخسرنا بطوله كنا الاحق وكنا الاقدر بان احنا نحققها. وخساره اللقب الحقيقه في حد ذاتها مش هي سبب رد الفعل العنيف اللي حاصل من جماهير النادي الاهلي. وخليني اقول لحضراتكم مثالا على الكلام ده، انه الاهلي قريب جدا خسر بطوله اهم وخسر بطوله اكبر وخسر بطوله عند جماهير النادي الاهلي مكانتها اعلى بكتير جدا من بطوله السوبر. سوبر مهمه محدش يقدر يقلل منها، وكاس هتضاف لخزائن النادي الاهلي وبالتاكيد ده كان هدف بنسعى لتحقيقه. لكن خلينا نتفق انه في فرق كبير جدا بين رد فعل جمهور النادي الاهلي على خساره بطوله الدوري، استيعابه لخسارة اللقب، تقديره للظروف اللي أدت لخسارة اللقب، أسباب الخسارة دي كان في جزء إحنا كنادي أهلي نتحمله ونتحمل مسؤوليته، وفي ظروف كانت خارجة عن إرادتنا برضو أدت لخسارة اللقب، وبالتالي رد الفعل ما كانش في حالة الغضب، في حالة حزن على فقدان بطولة لكن ما فيش حالة الغضب. طيب نتكلم على حالة الغضب بقى ما بعد خسارة بطولة السوبر. في حزن لخسارة اللقب برضو زي الدوري، لكن حالة الغضب أكبر بكتير رغم أن البطولة مش على نفس القدر من الأهمية. يعني لما تيجي تشوف ردود أفعال الناس وتلاقي حالة الغضب الكبيرة جدا على بطولة ممكن نقول أنها تيجي في المرتبة الخامسة أو السادسة من حيث ترتيب الأهمية، بعد بطولة زي بطولة دوري الأبطال أفريقيا، بعد بطولة زي بطولة الدوري العام، بعد بطولة زي بطولة كاس مصر، بعد بطولة زي سوبر أفريقيا، تيجي بطولة سوبر المصري. ده من حيث الترتيب والأهمية، ده بيتهيألي الترتيب اللي اتفق عليه الأغلبية الكاسحة. طب ليه حالة الغضب دي؟ حالة الغضب ببساطة شديدة جدا من شكل وأداء فرقة النادي الأهلي، من الروح اللي ما كانتش ظاهرة الحقيقة في مباراة امبارح. مشاكل كتير وأخطاء كتير، حقيقي المباراة دي أظهرت إن احنا عندنا مشكلات كبيرة جدا، على الرغم خد بالك دايما إنه حالة الإحباط اللي بتحصل في كل حاجة في الحياة، حالة الإحباط اللي بتحصل للواحد مرتبطة دايما بسقف الطموحات والأحلام والأهداف. يعني لما يكون سقف طموحاتك كبير جدا جدا وتيجي ضربه صغيره او يجي مطب صناعي بيبقى حاله الغضب او حاله الاحباط كبيره جدا، لان سقف طموحاتك كان كبير جدا. وبطوله السوبر بالنسبه للاهلاويه كانت شيء طبيعي وشيء مضمون. الفريق بتاع النادي الاهلي اللي حقق في اقل من سنه كل البطولات دي طبيعي جدا ومنطقي جدا ان هو يجيب السوبر. قلنا طبعا واتكلمنا وطبعا مبروك طبعا لفرقه طلائع الجيش، قدمت عرض محترم جدا وقوي جدا، لازم نقول لها مبروك، دي هي اخلاق النادي الاهلي. لكن مهم كمان نتكلم عن نفسنا عشان عندنا مشوار صعب جدا، واوله واقربه هو ماتش ام بي يوم السبت اللي جاي. خدوا بال حضراتكم، والرساله دي يعني ان كان ليا ان انا اتكلم بلسان جمهور النادي الاهلي لابد انها توصل للعيبه، اللعيبه اللي اترفعت لسابع سما على اكتاف جمهور النادي الاهلي لازم تفهم انه النادي الاهلي مش رياضه بس، مش بطولات بس، مش القاب بس. النادي الاهلي بالنسبه لجماهيره اكبر من كده بكتير. وما عنديش شك بل ان انا عندي يقين انه جزء كبير جدا من جماهير النادي الاهلي وخصوصا اللي بتشجع فرقه الكوره ملهاش في الكوره. يعني في ستات وفي اطفال وفي رجاله كبيره ما لعبتش كوره وما قربتش من الكوره لا من قريب ولا من بعيد، لكنها بتعشق كيان النادي الاهلي لسبب بسيط جدا، انه النادي الاهلي طول عمره سبب من اسباب فرحه الناس دي.